كل حدا فينا بس يفوت على الجامعة بتلاقي ناطر هذا اليوم يعني ليحتفل فيه ولينبسط بأهله ويشوف يعني ثمرة الإنتاج تبعه. فكتير مبسوطين وكل يعني كتير ناطرين كنا هالفرحة، وأنا يعني بما أنه الخريج الثاني فكتير مبسوطة يعني حاسة، فالفرحة كتير كبيرة. وبهدي لأهلي طبعا ولكل حدا قريب مني ولسوريا ولكل حدا، يعني هو فرح للكل. الأربع سنين نطرنا كتير هذا اليوم، كان مو سهل نصل له أبدا بس الحمد لله وصلنا. هلا الطموح انه يعني نعمل شيء جديد للاعلام بالبلد اذا قدرنا ونحقق شيء جديد ما صار. صرنا 4 سنين عم ننطر هاليوم والحمد لله اجى وحققنا اللي بدنا اياه، وان شاء الله هلا الخير لقدام بعد الاعلام بعد الجامعه نشوف شو بده يصير، وان شاء الله خير يا رب.